مشاهدينا، بدي رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا على عينك يا تاجر. لنشوف اليوم الشباب شو محضرين لنا مقالب جديدة. مرحبا. أهلا وسهلا نيتالا. تعرفني عن حالك؟ المدرب محمد حكمة النشواتي. أهلا وسهلا. برنامجنا على عينك يا تاجر مبدأه أنه بدي أعطيك أمثال بدك تكمل لي إياهم. إن شاء الله. أول مثال هو صاحب المال تعبان. برافو. طب هلا بدي اعطيك المثل انا من اخره، بدك تحكي لي اول. بس ما تصعبي كثير الله يرضى عليكي. احسن من صاحب قلعه. صاحب صنعة. برافو شاطر. سهله. عفوا يا عمي العافيه. اهلا حبيبي. شلونك؟ اهلا. السلام عليك. اهلا وسهلا. بالصحه ان شاء الله بخير. تفضل. والله جاي هيك اسفين قطعنا لكم شيء في حاسه التلفزيون. إيه بس معي اذنك خمس دقائق بس بدنا نصور البرنامج. طيب يعني دقائق. بس بشوية تمارين تكرم. بس خمس دقائق بفضلك حبيبي. تكرم عليك نرفع حالنا. اهلا وسهلا. الله يخلي لي اياك حبيبي. اهلا حبيبي. بدي احضرب شوي هون وهنيك. لا بس استراح هون خمس دقائق بكون عندك. طيب ماشي. يلا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا حبيبي. اهلا حبيبي. عفوا ما تعذبنا هيك في كثير زباين ايام. لا طبيعي يعني. تفضل. طيب هلا بدي اياك انت تعطيني مثل من عندك، انت تحكي لي مثل بتحبه. ضربني بكى وسبقني واشتكى. انا بحبه كثير. في ضرب حبيبي. لحظه بس اذا بتريد. هي دي وزنا طول واحد بحب السردين. حلو والله. حلو معلم. دمك خفيف كمان حبيبي. بس خمس دقائق. خمس دقائق اعمل لك. ارتاح خمس دقائق على راسك. عود من المكتب جاي لعنا. يلا شوي هيك شايف لك اياه. سوري. نرجع للسؤال الأخير. نعم. متى اللي أنت بتحبه؟ ضربني وبكى وسبقني واشتكى. إنه في ضرب يعني هذا من طبيعة شغلنا. يعني لأنه له علاقة بالرياضة؟ لا طبعاً هو لأنه عيب. عيل تبع العضلة الخلفية أي واحدة بشد عليها. عم نصور شوف في كاميرا والناس والمخلوق أصلا واقفة من الصبح تعبانة. يعني الله يرضى عليك. مرة تانية صرنا عايزين ثلاث مرات مشانها. ماشي. فاهم عليك. ما تأخذ معي. فاهم عليك كلمتين. فاهم عليك كلمتين. روح ارتاح على راسي. يلا جاي لعندك. يلا سلام عليكم. اذا بتريحني اذا بتقعد براعيك الاشتراك. يلا روح. قديش اشتراك الشهري؟ هلا روح نحكي يعني في هيك اوزان. لك روح نحكي. روح الله يرضى عليك. يلا جاي. يلا سلام. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب نرجع انه بدي اعرف يعني انه غير انه السؤال انه ليش انه شو بيعني لك هذا المثل؟ ليش انت اخترته؟ هلا بصراحه ما هو طيب جبالي يعني. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا كيف الصحه؟ اهلا اهلا. حضرتك المسؤول عن الرياضه؟ اي اهلا وسهلا. يعني انت بتمرنها؟ اي بس انا ما مبرن سيدات والله لانه ما عندنا سيدات. دربها دلعتنا عندنا دول. والله ما عندي سيدات للاسف. ما بصير بس الحكي. اختي الكريمه ولا يهمك انت ما دخلك انا بدربكم. تفضل خلينا نحكي للزلمه. اسمع انا بدربهم. انا لك ما عندي سيدات. شو بدك تدربهم انت؟ يا اخي اسمعني هلا لك عم حاكيك طلع فيني. ما انا ما عندي سيدات يعني. طيب بس دلني على العلاج شو بتعملوا فيهم؟ ما في عندنا هلا بساط المشيه عندنا كذا بس انا ما عندي. انا بس كابتن مشيه بس شو الكذا هذيك الكريجه. طب معلش بعد اذنكم خمس دقائق عم نعمل برنامج في كريجه. ما بصير يا اخي روفك. الله يرضى عليك. هذيك الكريجه اللي وزنها طول حبيبي. هلا ليش عم تضحك؟ والله عم حاكيك. ما عم ضحك عليك متاخر. طيب قديش اشتراك؟ تعال ندربكم. تفضل. قديش اشتراك بالشهر؟ والله ما عندي سيدات. سيدات عم بسألك على الاشتراك ما عم بسألك على السيدات. يعني عم بقول لك شو بدك اشتراك؟ لا اله الا الله. شو بدك يا اختي؟ بحياتك اختي انت تتكلم. تفضل علمكم. انا ما بيعرف. اي ما دخلك انت اختي. بس خمس دقائق. الله يرضى عليك. خمس دقائق عم نعمل لك يا اخي. انا بدي اتمرن هون لك عرب بشي. لا حول ولا قوة الا بالله. كابتن مدرب هيك عم بعيط على شرط واحد. ارجيني على الله يوفقك. ارجيني على خلص انا بدربكم. انا بدربكم. مشوا مشوا. انا بدكم اياها. انت عم تفرج على الالات؟ 10 دقائق تفرج. طب سؤال ضهرك الالات؟ تفرجي تفرجي على الالات جاي 10 دقائق. بسو انا بساوي كفي قاع. حبيبي انت روح اقعد على جنب. الله يرضى عليك. ابو الشباب هلا هي اسم العضله الخلفيه المزدوجه. لا تروح بلا ما هلا الخلفيه كلها. هلا روح يا اخي. انا فهمنا. اذا انت ما بدك تفهمنا تدريب يا كلكم شد العضله. صلاح تعاقدوا. لا حول ولا قوه. بتدي على يعني ماشي حالي ان شاء الله في اقبال. شوي في هاي ما اختلفنا بس اول مره بجيني هيك نمره. حبيبي انت ما في بدك تشيليها. كابتن كابتن بدي اعمل عضلات اكثر يعني. حزيني وين بدك؟ هلا بقول لك شو حاكيني هون. انا عم شو حكي حبيبي حاكيني هون. هلا ليش حطيت ايدك عليه؟ لك ما عم بدي احكي. عم بدي اشرح لك. خلص رايحين كفي. روح اشرح لك. روح اشرح لك. روح اشرح لك.
بس بدي كمل برنامجي يعني. طب شو ساوي؟ لا بدي اياك تعطيني مثل ثاني بس يكون بعيد عن الضرب. عصفور بالايد احسن من 10 شجره. شو ما كان الوضع؟ لك حبيبي انت شو حركه؟ عم ندربهم مش هذا الرياضه. ندربهم؟ انا بعرف ندربهم. شو ضربك تدريبي هلا؟ هلا السؤال الثالث لسه ما خلصنا، بدي اياك تعيد هاي الحركه بس اكثر من قبل شوي هيك يعني. كيف انت شايف حالك؟ كيف كيف هيك الواحد بيكون شايف حاله؟ انت عم تقول المثل. مرحبا. عفوا اهلا وسهلا. هي مدام طفوا بلا التلفزيون. مدام بس طفوا ما بدي اسمع. مدام بس معلش كلمة؟ بعد ولد بس خمس دقايق مستعجلة كثير. اعطيني خمس دقايق اذا لا ما بقدر مستعجلة بس مدام بس خمس دقايق مدام بس خمس دقايق يلا 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 لبرا مدام بس خمس دقايق. ايش عفوا عفوا لا توازين ما عندك اخي اعطينا 500 دولار طب بلا 500 لا برا لا برا لا برا ها الله يسترك الله يسترك. شو هذا؟ قد ما بدك بتدفع لها مدام. مش انا اديتي بس اديتي عم نعمل مقابله. انا مالك شايفه في مقابله كنت اجلس بتريد مدام بس مدام مالك شايفه في مقابله بدفع لها مدام بس مدام مشتك على برا على برا على حبيبي طالع برا على لا لا طالع برا عليكم يا عم طالع طالع مالك شايفتهم مدام ضاغين يا عم طالع 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 زيد ورا جيني مو ما يغير يلا باي باي. بدي باقي للجاكيت الزرقاء. مدام روح روح اتحمم وحبيبي. بدي 500 ورقة كمل الجاكيت الزرقاء. يلا يلا برا بعدين. بعدين بدنا نروح نستنى برا. شو بدك هي؟ لا لا تعصبوني لا تعصبوني. يلا. يلا. لا تعصبيني ان شاء الله لا تعصبيني. ان شاء الله لا تعصبيني. يلا زبطت. دقيقتين بس دقيقتين اعطيني دقيقتين. لك شو دقيقتين؟ مدام تفرجي على الورد بس لا. لا 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 مو معقول انت عن جد كثير قليل. لا 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 ما لا لهون وبعدين خلص ما بدي ما عجبني شيء. اعطيني مصاري يلا قوام اعطيني مصاري بس لا يا امي بدك هلا اعطيتك مصاري رجعني المصاري لا اطلع يلا اذا بتريد رجعلي المصاري بس دقيقتين معلش لسه دقيقتين ودقيقتين رجعلي المصاري لشوف اي مصاري مدام هلا اللي اعطيتك اياها هون بعيدك قوام اعمل لك فرد البلاستيك رجعلي المصاري الليله رجعلي المصاري انا بدي كمل
تمزح معي؟ شو عم تمزح معي؟ 7000 ليرة 7000 ليرة لك بهدلي لك عم الله لك ما عم نمزح كثير الكاميرا لك معك الكاميرا خفية مو برنامج مسابقات هدي كاميرا خفية هاتوا فرناني فرناني ومية خلص معقولة معقول معرفة أنا عن جد جاهزين شباب؟ اوكي مرحبا اهلا وسهلا اهلا نحن معك من برنامج على عينك يا تاجر بدي حزرك امثال شعبيه انا بعطيك اول المثل وانت بتكمل لي اياه من اخره اوكي جاجه حفرت على راس تمره جاجه حفرت على راس عفرت نفس المعنى حفرت تمره نفس الشيء مو مشكله طيب انا كمان بدي اعطيك هلا مثل من اخره وانت بدك تعطيني اياه من اوله لا تشوف منامات وحشة لا تنام بين القبور شوف منامات وحشة لا لا يوزع أح لا يوزع أح ليتين أون أح أون أون يا زلمة إذا بتريد لبرا بس دقيقتين أنا نحتاج أم نيوز ليتين أون صور بده يشتري ورد شكله لخطيب وأشر لك خلاص مبين عليه خلاص مو مشكلة طيب عطيني هيك مثل أنت بتحبه دائما بتقوله بينك وبين حالك ما في مثل بيني وبين حالي بس حافظ مثل لا تعطي سرك لامرأة لا تعطي احد يجي بهون حبيبي روح اطلع بقى عم نصور هلا عم نصور بس شو يلا مو بده يشتري تعرف انت مو مشكله طيب شو بيعني لك هذا المثل اللي انت قلت لي اياه يعني تبع المره غريبه يعني هو ما المره ما بتنعطى سر بحس ايام ما بتحافظ عليه مثل اي حدا يعني طيب خلص هلا انت هيك حزرت ثلاث امثال شعبيه ودخلت معي مرحله السحب لحتى تدخل معنا بالمسابقه وتربح بدي اكل اكله شايف هلا بدي انت كمل معي المسابقه هلا هذا المثل اللي قلت لي اياه تبع المره بدي اياك تقول لي اياه بطريقه وانت عم تعمل براسك هيك لورا هيك شروط المسابقه حطيته اياهم يعني هيك بلا مصاري معلش بس تكمل معي المسابقة معلش انت بدي اقول له امشي هون طب خلص ما هو شكله بده يشتري ورد ما بعرف بس انا انه ما عندي وقت كثير بدي اكمل معك المسابقة يلا لا تدفشوا لا تدفشوا بدك تتحمل يعني الزبون بده يشتري مو مشكلة حرام يعني كنت فيك تمشي مو مشكلة نرجع للمسابقة هلأ بدي ياك تقول المثل اللي انت قلته وانت عم تعمل هيك برقبتك هلأ بدنا نرجع لآخر مثل المثل اللي انت قلت لي اياه اللي بتحبه خلص خليك معي انت المثل اللي انت بتحبه بدك تقول لي اياه هيك بطريقه بس كيف هيك انت عم تهز راسك ايوه ايوه زودي على الشباب خلينا نشوف شو عم بصير شوي دوني دوني هو لا توازن بس هو زود هو زود لا 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 خلص قال لك هون
هون هاي كرمالي. لا لا معلش خليها هون يعني هون اليوم هون يوم ما عندي شو هالحبيبي خلص يلا شباب بنرجع بنصور مره ثانيه معلش مو مشكله هلا المثل اللي انت قلت لي اياه بس انت عم تزهق براسك بس هزه ظابطه ارجع اقوله يعني المثل تبع المره اللي قلت لي اياه انت خليك معي معلش خليه يخلص مسابقه هلا اجود لا 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 شباب اي شباب انت بس كمل لي المثل انت خلص خلي عندي 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 وجود عيب عليه خلص طلع برا قالك هون خلص هون خلص اوكي ما طب معلش حرام مو مشكله يلا تعمل لي المثل وانت هيك عم بتهز براسك لا تعطي سرك لامراه لا شو ظابطه هيك لا تعطي سرك لمراه هيك بتقولها ايه بدك تقوله هيك وهزة قوية لا تعطي سرك لمرأة مالا زابطة بدك تعيدها مرة تانية لا تعطي سرك لمرأة مالا زابطة قوية هيك اقوى وبعدين خلي الكاميرا تشوفك هي مسابقة يعني مشان تدخل لا معنا تعطي سرك لمرأة لا تعطي سرك لمرأة بدك تهز هيك اكتر من مرة لا تعطي سرك لمرأة ايش ما نزبط مرك وعنه هذا المثل انت بتحبه بدك تقوله هيك بطريقة اقوى حتى تربح تدخل خلص انت خلص مو معنى هو عيده مرة تانية لا تعطي سرك لمرة مو ظابط كمان بدك تقلي يا مرة تانية بس قولها مرة تانية لحظة ليش عم تقلدني هيك عملي انا عم قلدك طبعا لسه ما فتلة عندك انا ليه انت عم تعمل مثل حكايتي عم تقلدني هيك عفوا اذا سمحت عيب عليك عيب عليك ليش هيك ما بيجوز والله بيمشخك بعدين شافك هو انت عم بتساوي انت عم تعمل هيك عم يعمل هيك ولا ما عم بيقلدك انت ليش هيك بدي اوامر بدي احكي انا شفتك شوف عيني لك حبيبي عم تعمل هيك ليش عم تقلدني ليش عم تقلدني يا اخي ما عم قلدك انا ما بيصير هذا عيب انت محل الورد انت عيب بيصير لك حبيبي ايه انا انتبهت له انتبهت له عم يعمل هيك عليك على فكره انت شفتك عم تقلده الاول ما شفته هيك ما اخرس 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 كمان انت شو اخرس طيب انت ليش هيك قاعد عم بتقلده عيب مو حلو يعني هذا زبون انت عم تعمل مثل ما انا بقلب الله يمسك حالك حبيبي اسمع انا قلت له هلا بدك تتبلاني انا جاي اعمل معك مسابقه تتبلاني عم يقلدك انت يا حبيبي ما بتعرف حبيبي انت محل ورد انت عم تعمل هيك كمان لساك عم تقلد علي عم تقلده انت شفت تقلده حالي بالله واساس اخرس انت مو تقلده بس هو انت لك لانه يعني هي الشهادة انك عم بتقلده شوف كيف وصلنا معكم لنهاية الحلقة اليوم
من برنامج على عينك يا تاجر. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا، وكل يوم بشوفكن بحلقة جديدة. وهلأ رح ودعكن مني ومن فريق العمل، منقلكن باي. على عينك يا تاجر.